نتواصل مع كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وتتجول كاميرا الشروق الفضائية في ولاياتنا المختلفة ونتابع واحدة من الجزر الجميلة هي جزيرة بدين روعة الإنسان والطبيعة. هنشوفها من هناك ونرجع للاستوديو ونستكمل ما تبقى من صباح الشروق. كان النيل وما يزال ينساب صوب الشمال يحكي روعة الإنسان والطبيعة. النيل وفي شمال السودان يأخذ طابع الجمال في كل تفاصيل الحياة. العديد من الجزر والمعالم السياحية تكونت بفعل انسيابه الطويل عبر الآلاف من السنين. جزيرة بدين هي إحدى الجزر الواقعة على النيل الرئيس بالولايات الشمالية، والتي تحمل العديد من القصص التي تروى حول الاسم والمعنى والتاريخ. جزيرة بدين والتي تعتبر من كبريات الجزر بالسودان، يقدر عدد سكانها ب 12,000 نسمة، هم خليط من المحس والضناجلة وبعض القبائل العربية، يتميزون بنسيج اجتماعي مترابط، ويبرز في معيشتهم التكاتف والحفاظ على مكتسبات الآباء والأجداد. تتعدد صور المجتمع بجزيرة بدين التي تبلغ مساحتها الكلية حوالي 84 كيلومتر مربع، حيث الانتشار الواسع لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ونشر علوم الإسلام والخلاوة والمساجد، والتي تعتبر نتاجاً لجهود المغتربين الذين تربطهم بالجزيرة علاقات جيدة وتواصل وجداني، مساهمة في تربية النشء وضمانا لاستمرارية دورهم ومجهوداتهم في كافة المجالات. عرف مجتمع جزيرة بدين الجمعيات التعاونية منذ زمن بعيد، ووضع لذلك صورا من صور التكافل بالعديد من المشاريع الزراعية، باعتباره مجتمعا زراعيا يعتمد على نهر النيل بنسبة تفوق 80%. تمتاز الجزيرة بكثرة أشجار النخيل والتي تمثل مصدرا أساسيا لحياة السكان إلى جانب البساتين. تعتبر الجزيرة من الجزر السياحية التي تحتضن عددا من المعالم السياحية والأثرية، غالبيتها في الأطراف، دليلاً على ارتباط السكان بالنيل. هذه الجزيرة والتي تتكون من 5 مشيخات هي سلنارتي وكوبان، داغرتي وتشي وشبة، تعتبر فيها ظاهرة الهدام والهجرة والفيضان عوامل أساسية تفقد الجزيرة بعضاً من الجمال والبريق.